أهلا بكم سيداتي سادتي، هذا أحمد عبد الرحمن صديقكم وصديق الجميع، يحييكم أينما كنتم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعلى خير. سيداتي سادتي، من المركب الثقافي الحاج لحبيب بمدينة أنزا، أحييكم في هذا اللقاء التواصلي والمنظم من طرف جمعية شباب ويتويب المتخصصة في التجارة والتسويق الإلكتروني. وكان في تأطير هذه الندوة مجموعة من الخبراء في التسويق والتوزيع البضائع والسلع كذلك، وكانت إجابة لمجموعة من الأسئلة المطروحة من طرف الحضور الكرام. تابعوا معنا سيداتي سادتي هذا الروبورتاج وإجابة على مجموعة من الأسئلة اللي طرحوها واحد العدد كبير ديال الناس. تابعوا معنا هذا الروبورتاج. كاين عبد الله مدني، مدير ديال منصة ستورينو، شارك اليوم في اللقاء اللي كان ديال شباب ويب. هذا هضرنا فيه على التجارة الإلكترونية في المغرب، يعني الانسان كيفاش انه يقلب على منتج، والناس كيفاش انه ينتقل بالتجاره ديالو اللي كانت عاديه انها يردها الكترونيه. درنا المداخله ديالنا حنا الحمد لله، ورينا الناس انهم كيفاش يبيعوا لي برودوي ديالهم في الانترنت بكل سهوله بكل سلاسه بواسطه منصه ديال ستورينو. وكانوا المداخلات اخرين على كانت شركه ديال الشحن اللي كانت نيتم انتيغريا في الاسترينو، وكان الاخ رشيد اللي هضر لنا على كيفاش نسوقوا في الفيسبوك المنتوجات ديالنا. معكم لطيفه ام ملوك، الكاتبه العامه لجمعيه شباب يوتويب. انا كنقدم جزيل الشكر للمحاضرين ديالنا، كل من الساده عبد الله وعبد الهادي والسيد رشيد اتيكي النائب العام للكاتبه بجمعيه شباب يوتيوب. وكنشكر كاع الحاضرين والمحاضرين طبعا اللي حضروا من مختلف الاحياء الاكاديريه، شكرا جزيلا لكم، وكنضربوا لكم موعد ان شاء الله من بعد رمضان. وشكرا جزيلا للمصورين كذلك وللاذاعات اللي حاضرين معنا. اسم عبد الحماد، سن 22 سنه، منخرط في جمعيه ديال ويب شباب ويب. نظمنا واحد الملتقى على التجاره الالكترونيه اللي حضروا فيها جوج ديال لي دوغيكتور، واحد ديال ستورينو وواحد ديال ايلاميك الشركه ديال ليفريزون. وكاين حضر معنا رشيد اتيكيك اللي هو منخرطني حتى هو في الجمعيه، اللي قدم محاضره على فيسبوك ات. المهم هذا اللقاء استفدوا منه بزاف ديال الناس اللي حضروا فيه، تقريبا 250 شخص، وخذوا فيه معلومات قيمه جدا. وكنتمناو الناس يطبقوا داك الشيء اللي عطاو لهم هاد المحاضرين. إذا السلام عليكم، معكم رشيد تيكيك احد المداخلين اليوم في حدث التجاره الالكترونيه المنظم من جمعيه شباب الويب. كنت مسرور انني من الناس اللي فازوا قدموا احد المحاضرات في الشق ديالها المتعلق بالتسويق الالكتروني. فكان الحديث ديالنا حول طريقه تسويق المنتوج بشكل جيد، كيفاش انك تحقق نسبه جيده من المبيعات، لان هذا الجانب هذا هو اللي كيوقف امام الشباب وكيشكل لهم صعوبه انهم كيفاش يقوموا بتسويق هذا المنتوج هذا ويجيبوا مبيعات بشكل جيد. فالحمد لله كان واحد التفاعل، كان واحد استجابه من طرف الحضور، وكنتمنى اننا نكونوا في المستوى وجاوبنا على التساؤلات ديالهم. محمد المدن، عضو في جمعيه يودويب. كان لي شرف باش نكون في المنظمه لحدث هذا الايفنت اللي هي كتعطي واحد ثلاثه ديال العوارض اللي كتهم الشباب في هذا العصر اللي هو حدث تكنولوجي. اللي كانوا ثلاثه العوارض عباره عن كيفيه تسويق المنتج، وكيف يكون عندك الحظ انه المنتج ديالك يطلع هو الاول. و العريضه الثالثه كانت كيفاش تحل ستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الالكترونيه. العريضه الثالثه كانت شركه ديال التوصيل، اللي حضر معنا المدير ديال شركه ديال التوصيل اللي عطانا بزاف ديال الثغرات وبزاف ديال الميزات على الشركه، خصوصا للمبتدئين اللي عاد غيبداو، فشركه مناسبه لهم. وشكرا لكم كصحافه على الحضور ديالكم، شرفتمونا. فشكرا. معكم محمد قوقو، عضو في جمعيه شباب الويب. انا كنتواجد في الحدث ديال التجاره الالكترونيه اللي كنخدموا فيه
مجموعة من الورشات اللي كتم التجارة الإلكترونية في المغرب، من بينهم حلول ديال جميع المشاكل اللي كتم التجارة الإلكترونية. اللي حاضر هنا خبير معتمد في التجارة الإلكترونية ومنصة ستورينو ومنصة إيناميكس اللي كيقدموا لنا جميع المشاكل اللي كيعانوا منها الشباب في الويب المغربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.